كذا الحاد يعني بس ها يا الخير اخي ترى بيك مس يعني بس عليك يا الخير لنطلع مباشر عايد ترى بيك اخرت 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 او السلام عليكم ورحمه الله وتابعي الصفحه انتم مش حالكم ياك لباس عليكم ياك الامور طيبه وياك ما في حد حاسب شيء مرحبا بيك مو سهله احنا رانا اليوم يوم الاثنين 18 سبتمبر راهو شو من الناس شارع لانه يختاري تمين قالوا التاريخ كانوا تم يعرف مداخلة انت خلقت مع بداية الجلسة ما قدرت نطلع ذيك عدل ذيك المداخلة مع الصباح لعيات نعدل بدي ذيك عيات تنبه الناس اني موجود وعياتهم اللي نعطوا فيش من الاخبار على كل حال محاكمة وقف الطرق شوي ارتفعت الجلسة اللي كانوا يتكلموا مع رجل الأعمال والبوبات وهو ما هم صحة حتى بالتالي ما يطولوا معاه حتى أعطاه 20 دقيقة للراحة ولا يرجعوا له اليوم جات السحاب كيف ما تعرفوا وجينا للقاعة الموجودة في معدل فيها محاكمة الفساد الرئيس السابق والمشمولين معاه في الملف ولحقنا المقعدات متقاطر عليهم الماء هذه الملاحظة الأولى بعد قاعد واليوم تكلموا رجاجين تكلموا المصبوع ختمه عمل المصبوع ختمه استنطاقه وبدأ والبوبات رجل الأعمال يعني نبدأ مداخلة والبوبات مثيرة للجدل واحدة طبيعة شخصيته هو وراجل كبير وتاجر بالتالي كلامه وتقليدي بالتالي كلامه ملفت للانتباه وعقب ذاك الملف اللي يسائل فيه مهم جدا به اللي دخل في شراكة مع أحمد ولي عبد العزيز رحمة الله علينا وعليه ودخل ملي في شراكة مع ليلى وفهم أمور ثانية تتعلق بالرئيس هو عنده بها علاقة بالتالي هي يتكلم عنها لا نبدأ بالمصبوع اللي ياك نختم به اللي هو ما طول للأمانة المصبوع كان يحضر لليوم الثالث قدام العدالة في اخبار استنطاقه وكان حكما يختم انا جيت داخلتي حقت ممكن نبداو كان ولا متر ولا بيتي من محامين الدولة هو اللي سولوا وقالوا انت في 2020 تخليت عن السوق وقطعة من الإبل والله بعتها لوالدك فيما طالبت اشخاص اخرين اشتروا تراب باسمك على انهم يتنازلوا عن هذا من درايه كانك الدور بكل التراب اللي عند اللي قلت انك بعت الوالد والله تنازلت له عنها امنه والناس الاخرى اللي ما بينك معها علاقه تختار تنازل لك عن اللي شريت لك كان ردوا عليه ان هذه التصريحات انها مثلا وفق معطيات ما هي صحيحه وهذه اللازمه كررها المصبوع مؤخرا انطرح لي سؤال ويقول على انه هذا السؤال مبني على معلومات غير صحيحه وبالتالي انه مسجل هباط عند كاتب الضغط وقال انا والمحامين بيناتنا لا دليل وقال على انه هو تعرض لحمله كبيره حمله تشويه وحمله اعلاميه مقصوده وانها ما عندها مصداقيه وعلى انه بينه مع المحامين هو الدليل قدام المحكمه وعلى انه كل شيء قالوا له يقدم عليه اوراق قدم عليه ادله سولوا ولا بيتم لي عن تصريحات والكركوب قالوا والكركوب قال ان تم حكما انتزاع منه القطعتين الارضيات بضغط من الرئيس وهم اللي بتنع عليهم المصنع والقطعتين الارضيات اللي في نواديبو من ذاك شنو ردك عليه قال مولي هذا وفق معطيات غير صحيحه قال انا خلصت قريب من رضي الله عنه استمع ايماني مجون قال اعتقد قال انا دخلت فضل الدوله عن هذه القطعه الارضيه قال له كان اللي داخلني الشك على انها عند حد ثاني بها علاقه ما نعود حست عليها ابدا بينما والكركوب ما دفع عن هالشيء هذا في طال وقال راه والكركوب قال محامي عقب قال على ان هاي المعلومات ما هي صحيحه عقب ولا بيتم اللي رجع وقال له
محامي والكركوب عقب اكد على ان هاي المعلومات صحيحه. سووا لهم اللي قالوا انت عندك شركه انقالها صحراء لوجيستيك وكانت تشتغل مع سنين رغم انك انت ملي موظف سنين، هذا تدافع مصالح. قالوا اعلن لك ما هو دقيق ملي، جاوب عليه بانه ما هو دقيق. سووا له ملي عن صحراء لوجيستيك هذه، قالوا صحراء لوجيستيك تسال فيها الضرائب من القيمه المضافه شيء يزيد على 9 ملايين جديده اللي هي 90 مليون. هذا قالوا المبلغ اصلا ما يحصل من القيمه المضافه على الشركه، ما هو شركه عندها ياسر نختار ونعرفوا رقم اعماله اللي تقول تعود تستحق عليه الضرائب قيمه مضافه بالمبلغ الكبير اللي هو 90 مليون اوقيه قديمه اللي هو 9 ملايين جديده. قال له انه هو معلوماته وراس ماله ومعلوماته التجاريه كامله موجود انه دور يعطيها للمحكمه بشكل موثق، وعلى انه يرى على ان هذا في قدر من المعلومات غير الدقه اللي يتناولها المحامي. واختم ختام جيد بعد انه هو معتذر لعل يعود اصدار منه اي شيء، لانه شاكر المحكمه اللي خلاته يتكلم قدامها بدون خوف، مكنته من حقه كمتهم، وعلى انه المعلومات اللي بيها وذاك الاخر من الوثائق اللي متعلق به اللي يجيبوه محامينه. واختم بشكر المحكمه وعلى انه باطن مستعد لادلاء باي معلومه. واختم جو البوبات طبعا ولد مصبوع كان يتكلم في الايام الماضيه، معناها قوه تصريحاته جات سابق ذا. اليوم كان تقريبا يختم لان كان فهم بعض كلامه وفات الجلسه الماضيه عنده اللي بيت يسوله، وبالتالي قرروا انهم يتابعوه. طيب نجول البوبات، والبوبات هذا تكلم اليوم، على كل حال هو احد المتهمين اللي كانوا منتظرين. بسم الله والبوبات افتح له المجال، فتحوا له القاضي وقالوا انه يتفضل لياك يستمر في استنطاق المتهمين اليوم اللي هو فؤاد مصبوع. وجو البوبات راجل كبير لابس دراعه خضراء وجو قعد، ولين قعد قالوا محامينه طلبوا الاذن من عند القاضي في انهم لا يتكلموا، قالوا انه يتفضلوا. قالوا له اعلن والبوبات عنده ظروف صحيه ما تمكنه منه يقعد قعده طويله على المقعده، هذا من ناحيه. وفي نفس الوقت مولي اعلنوا احباله الصوتيه اعصاب الصوتيه ما تسمح له بيتكلم ياسر من الكلام، انه كان يخضع لتدخلات طبيه وانهم طالبين اعلن ذاك يؤخذ بعين الاعتبار خلال استنطاقه قدام المحكمه. واخذوا وثيقه طبيه مدوها احد عناصر الشرطه وذاك مدها للقاضي. اللي مدها له قال لهم تفضلوا، ردها لهم قال لهم تفضلوا اقراوا الوثيقه. بدا محاميه يقراها قال هذه وثيقه مترجمه. دخل وكيل الجمهوريه النيابه العامه وقال ما اعتقد انها اذا عادت وثيقه طبيه لا ضروره في قراءتها على الناس. اللي قد يعود فيها شيء خاص والله فيها شيء معلومات طبيه عن الرقاش ما فرض عليها تنقرا على تسلم للمحكمة تقراها ولا تطلع عليها قد ما فارغ عليها تنقر على الجمهور. وقال قال قال القاضي اذا هذا اللي هذا قال ملاحظة جيدة ومن بعد الوثيقة ما انقرات. قال اشارته لان البوبات ما يقدر يقعد ياسر من القعادة على المقعدة، وانه اللي ما يقدر يتكلم ياسر من الكلام انه مولي عود صحي وانهم طالبين بقضاك بعين الاعتبار. ايوه بدؤوا مع البوبات. قالوا له قالوا القاضي انت موجهه لك مجموعه من التهم، اخفاء عائدات اجراميه والمساهمه في التستر على ثراء غير مشروع واعاقه سير العداله، وهذه امور يدينها قانون الفساد. قالوا هذا قالوا ماني معترف به، اللي التهم اللي موجهه لي ماني معترف بها ولا هي ظاهره لي. قالوا القاضي حسب وثائق الملف الآن خالق قطعة أرضية في الملعب الأولمبي ستاد شريتها ليك اعطينا أخبارها. قال له والله نعلن مزاد علني وشريت قطعتين أرضيات من أرض ستاد، واحدة منهم ب 305 ملايين والثانية بشوي 30 مليون زايدة شوي.
وشريتهم وتموا عندي واحدة منهم قطعة رقم 2 وواحدة قطعة رقم 11. الله يلا خالقين قالوا ايوة قالوا هذه القطع ما زدت مالكها من ساعة اللي شريتها؟ قالوا لا واحدة منهم مالكها والثانية ماني مالكها بي اللي بعتها. قالوا ايش كيف ذا؟ قالوا دخلت فيها في شراكة مع ليلى بنت عبد العزيز. قالوا تيت نبيعها ودرت عليها رقمي وتلفنت لي هي وقالت لي انها تختار تدخل معايا فيها تختارني نبيعها لو قلت لها ندخل فيها معاها في شراكة يعدلوا عليها مؤسسة طبية قالها NMC اللي هي نواكشوط ميديكال سنتر. وقالوا وعقب قالوا لي يا الوقيش اللي ذيك الشركة تقبل قرض قالوا لي يا الوقيش انه ما هو صالح لي انا تيفا وذاك ما هو صالح لي. وعلى كل حال جاني عمها سيد احمد وقلت له جباتها تشريها من عندي قلت له بايعها له ب 530 مليون ما فطريت منها وقيه زالت واقطه عندي. سولوا عن البنايه اللي عليها يا كانوا قالوا ما علمت بالبدايه ايش كلفت قالوا ما علمت بها بنايه ماني عالم باخبارها ولا هي فيدي. ايوه قالوا قطعه ما زادت لك والله ما تات لك. قالوا انا بعتها لهم يا غير ما فاتوا جابوا لي فاضلتهم استحاكم عندي اعطاني الفاضل انا اكتب لهم اني بعتها لهم فهمتوا هذا بسيط. عاد هذا في شيء فعلا زين ووضح سلط الضوء على شيء من ذي غير ملي في شيء ما وضح. ورقاش الشركة هذه ان امسي له هو والبوبات الشركة لك والتراب لك انت داخل في شراكة شنو على كل حال. والبوبات هون يتكلم بطريقة التاجر التيفاي التقليدي الموريتاني بالتالي ياسر قاعد من كلامه ما تفاصله الا يتم يريني يقول لك وتو دخلت انا وفلان وعقب ذيك الشركة مشات يقول قاضي مشات شنو الشركات ما يمشوا مثلا حليتوا الشركة انت كنت فيها بصفتك شنو كنت قالوا انت مثلا هاي الشراكه اللي داخل معها ليلى بصفتك ايش مثلا مسير للشركه مديرها شنو؟ قالوا اها انا لا وليتها الواحد قالوا عبد الله وتشروك قال وليتها له قالوا يتم يسيرها مثلا شو من الامور اللي انت تلود له بالمعايير ما تراه انه هو رجل اعمال ولا هو وفاهم يدخل الشركات الكبيره ومعدل هروه كبيره انا انه ما هو عبثي يا غير انت صنت الكلام وما تفهم مباشره اللي يقول شنو. دخلت انا وفلان في شركه انت مثلا ذي الوضعيه والبوبات هاي التراب له شاريها في مزاد علني الشركه له اللي داخل فيه مع ليلى بنت عبد العزيز انا ما وضح لي كمتابع يتكلم بالعجله احيانا يتكلم بتلقائيه يقول دخلنا شراكه وعقبت وكفت بها فلان ذاك مسير ما تعرف كانوا مسير رقيب له هو نايب عنه ما تعرف عاطيه وكاله بالتصرف نيابه عنه ما تعرف مثلا طريقه اللي يتكلم بها عجلانه شوي. ايوه لا الله المن والسلامه وسول عن اخباره مدرسه الشرطه اسمحوا لي هذا كيت شيء مهيش انه له ينقفل مدرسه الشرطه قالوا له قال اشتريت فيها 5 سنين روات. قالوا له اشتريتهم باش؟ قال اشتريتهم تقريبا 160 مليون. هو قال لا حفاثه من التراب ما هي كبيره حتى. اشتريت فيها 5 سنين روات وعقبت بعتهم لاحمد ولعبد العزيز بي اللي كان شريك معايا في الشركه هو حد ثاني سماه. قال له شريك ثاني كان معاهم هم ثلاثه. قال شريك ثاني معانا. وقال قال ان كان معاهم شريك ثالث وانهم انه باط عقب اللي انت تنفك الشركه لو دخل معاهم هو في عده شراكات شراكه متعلقه بالنيمرو اللي يشتري شور الملعب الاولمبي وشراكه في التراب اللي انباعت من مدرسه الشرطه بعد في مزاد علني وهذا القاضي حاول معاه انه يفهمه حاول يفرنه شوي يقول له انت هون بوصفه كاش
والله دي الشركة وفات به اللي حليتوها والله فككتوها والله انهيتوها والله فلست ما 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 في مصطلحات واضحة قد تساير منها العمل. ايوه يقول بعد ذم وله ما هو مقصود ويضحك به اللي انا اول مرة نشوف فعلا رئيس سابق محمد عبد العزيز يضحك حق عنده اليوم به اللي فعلا خرب موطس به اللي يقوله اللي يقوله البوبات به اللي هو لا يقول تشوفه لا تظهر لي وانا بعد كنت شاك على ان هو صعب على كل حال تيفاية يعودوا يسيروا المليارات قاع يقدر يسيرون بطريقتهم هما الخاصة به اللي هو في لباتيك اللي عقب باع لأحمد عبد العزيز كان فهم فيهم هو وأحمد عبد العزيز وواحد آخر عندهم شركة ويمثلوا شركتين واحدة إيرلندية واحدة صينية وإذا شمن التخرميز اللي على كل حال هو قد يعود رقاش تيفاي قد يعود تاجر يقول اللي انت عدل الشركات يجيب انه يقبض الباقي يجي قدو يسيرهم وتعود امورهم واضحه على كل حال قد تعود امورهم واضحه يقول طريقه سرده هو انا ما ساعدت حتى اللي يقول شنو يقير لين تبارك رد فعلا الى اخطار قام العبد العزيز يضحك والعبد العزيز اليوم جاي لابس دراعه خضراء وعنده بلوك نوت حمراء يكتب فيها يقير ضحكوا البوبات الطريقه اللي يتكلم بيها والطريقه اللي يقول لا تيفاي وتوب على بابه والله الطرف الاخر شي دور قاع منه لياك يعود شريك احنا مثلا ما فهمنا ليلى من عبد العزيز شريكه له هو بوصفها ايش والله شريكه باش تكلم هو عن قرض لا تقبضه غير ما فهمنا القرض اللي كانوا لتمويل الشركه اللي كانوا لتمويل العياده اللي تعقب تبتنا فوقها في الشركه اللي كان الشركه عندها انشطه اخرى تعدلها ما هي لا ذيك العياده ولدهم صبوع تكلم في قطار الكواليس تكلم عن والده قال على انه والده انه خلال مداخلة احد المحامين انه قلل من شأن عمل والده التجاري وقال والدي كان عمارته القدة اللي في الاقصر قال اللي فاتحة على 5 شوارع كانت مخازن له كانت له وبايعها له القدة 2002 قال عمارة العباقرة كانت مخازن لوالدي دار يحيى والبو عماته كانت مخازن لوالدي دار والرقيبي فتى والرقيبي كانت مخازن لوالدي قال انا مصاريفي الشخصيه وحدها هذا ولد مصبوع 2004 مليون وقيه للشهر هي 3000 اورو كان يتكلم باط عن انه هو ما جديد عليه الفضاء وقال على انه ثم عقد اتفاق تدريب بين جامعته وبين البنك المركزي انه 2012 انه كان موجود في البنك وانه كان قريب جدا من سياسه الصرف اللي هي الدفيز وذاك الشيء بالتالي لان ذاك مو مالي عينه لانه اصلا كان جاي من بيئه فيها الاستثمار وفيها الفضاء هذا في اطار تعليقه على بعض المحامي في اطار الكواليس المصبوع ختم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي يحكم بالحق وقال على انه مرتاح للطريقة اللي سألته بها المحكمة هذا بعض كان هو خلاصة هذا اللي قال اوكي قال احمد باه يمكن العمارة فاتحة على 5 شوارع العمارة واخذين عليها الشوارع ويوفوا عندها الشوارع معناها فاتحة على 5 شوارع تقريبا معناها فم شوارع تؤدي لها توفى عندها تموت فيها وهم شوارع ذات حاليهم ربي يحفظكم إن شاء الله يعطيكم الصحة هذا كان أهم تفاصيل اليوم طبعا بعد 20 دقيقة ليرجعوا حالا مسائلة والبوبات مسائلة البوبات دون ستطول دور تقبل اليوم كامل أنا بما أني خطرك وعطيتكم هذا البوز لهنا لأن تخطى الشهر موعد عندي يقين دون نرجع ونعود نعطيكم خلاصة إما مساء وإما في الليل إلى عاد فهم سؤال سريع رغم أن الوقت حامي جدا اعطوه لي الوقت حامي وسيركيلاسيون هما اللي متينا هون هذه منطقة قصر العدالة لا هي تعرفوا بما ان قاع اليوم جات السحاب وغرق في عصرة مانعة
ربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم جاءوا بعض الشخصيات بينهم فيل ولله حضروا للمحاكمه. بالنسبه لمحامين الدوله ما حضروا اليوم كاملين، حضروا منهم واحدين مام ياسين، ربما لانهم كانوا يتوقعوا على نسلت ولا بيتي ولا مصبوع طول. يبقى الشيخ يبقى قال واخيرة الربيع منين اخبار النايب محمد بويا؟ الله يشفينه ويشفيه ان شاء الله النايب محمد بويا. انا اليوم ما ريت اخباره يا قير. نعرف على ان هذه قلت الصحه يامس، يجب انها يتعاطى معها بما يسمح به القانون من الكشف الطبي على المريض، ومن وصول الادويه له المناسبه، ومن حصوله على الرعايه الطبيه. الله يحفظنا ويحفظ المسلمين ان شاء الله، ربنا يشفينا ويشفي ان شاء الله. متى تتوقع ان تنتهي هذه المهزله دعرور تجنين؟ على كل حال انا قاسمك تسميه المحاكمه بالمهزله لانك قال لنا مهزله ما نعود غطيتها. بالتالي المهزله موقف ولا راي من المحاكمه. على كل حال انا المحاكمه ما نعرف انت اللي توفى يا غير ظاهر اللي اعلنها عادت والشيك الاستنطاق على يوفا، الاستنطاق دوري تربوه المرافعات، ذاك ظاهر لانه ممهد بعد بدايات نهايه المحاكمه. بابات شنو علاقته بولا عبد العزيز؟ بابات قلت لكم التهم اللي موجهه له، تهم رسميه اللي موجهه له. لإخفاء عائدات إجرامية، مساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة، وهذه تهم يدينها قانون الفساد بطبيعة الحال. لماذا رجعوه للسجن؟ هذا يمهله لهيبة الهيبة. هيبة الهيبة اسمحوا لي، قضية محمد بويا ما اطلعت على تفاصيلها اليوم للي خلق فيها يامس، تالي ما قد نعطي فيها معلومة كونفيرمي. اللي نعرف على انه مرض وخاف شور الطب وعدوا له فحوص وردوه للسجن. رأي الأطباء ما نعرف شنو، في أنه يرجع ولا ما يرجع. رأي السلطات ما نعرف شنو، ورأي محامين محمد بويا ملي والناس المقربة له ما رأيته، بالتالي ما نقد نفتدي. قريت عنه اللي قرينا عنه كاملين في وسائل التفاعل الاجتماعي. الألياء بابو هي الصلاة مهزلة ومسرحية، على كل حال مسرحية تكتب بالسين أستاذة عالية. هذه وجهة نظر قائمة، أنا ماني في وارد جدلها. هذه وجهة نظر تنقال على وسائل التفاعل الاجتماعي. الناس تقول هذه محكمة مسرحية وتقول هذه مهزلة، إذا ينقال أنا ماني جاحد أنه ينقال، فأنا ما نقدر نقوله، ماني في وارد قوله. لأنه وجهة نظر ولا أنا ما ظاهرة لي أولاً، والثانية ماني في وارد قولها. يطالب بإعادة البث لأن الشبكة ضعيفة عند اليوم، لم نتمكن من سماع البث. مرحبا اخرت ايش حالكم؟ ياك لباس والله مرحبا. انا احد المتابعين فيما يبدو يختار يسلم يا قير قاع واحد، حتى اعتقد انه عبد الله صديق قديم ومن اهل النقد. وين هي اخبار مسيء؟ اعتقد انك تقصد الفتاة المتهمة بالاساءة للجناب النبوي مسيئة. محمد محمود ابراهيم تكلمت ذاك نهار عن حاله المحكمه الجنائيه وفي انتظار تحديد موعد المحكمه الجنائيه ان شاء الله ندور نعطيكم اخبارها. شكرا ربي يجزاك الله خيرا لهذا المجهود. يبا الشيخ يبا يعطيك الصحه. كيف كان تعطي الدعاء مع رمحه والدبات؟ كيف كانت تعطي الادعاء؟ ما فهمت. محمد سالم كيف كان تفاعل عزيز مع ردود والبوبات والمصبوع؟ على كل حال المصبوع كان يستمع له بجديه ويسجل بعض الكلمات، وصار المصبوع في ختام كلامه قال كلمات قويه جدا. قال انا يا لو كنت اللي لاهين استفاد من السنين، والله لاهين كلم الرئيس والله الرئيس يسعى فيها، ما نعود ما قد استفدت من السنين مشروع كبير ولا قد استفدت من شيء وهمشت فيها بالعكس. قال انا اللي يربطني بالرئيس هذه العلاقه اللي ما نمت ندمين عليها، وهذا اعتقد انه زين عنده لعبد العزيز اللي فيه كلام قوي وفيه كلام مشجع من صهر حذا نسيبه، كلام قوي واضح في اشاره انه هو لعبد العزيز ما قدر تدخله، وعلى انه استفاد من سنين استفاده طبيعيه تتناسب مع مؤهلاته بعيدا عن استعمال النفوذ.
سولته عن والبوبات، والبوبات ضحك ولا عبد العزيز اليوم؟ عبد العزيز اليوم ضحك، انا ما قد شفته يضحك من قلبه سابق اليوم، ضحكوا الراجل حتى بيد الراجل فعلا يضحك، طريقة كلامه وطريقة تعاطيه مع العدالة. ياسر من كلام ما يسمعون، وين يتكلم؟ يتكلم كلام وتوفته فايع على بابه. شريت كذا وبعنا كذا وعد شركة وفات، شركة مشات. عاد يقول القاضي الشركة ما تمشي، شركة إما تفلس وإما تنقفل، تخلاوا عن أهلها ولا ينسحبوا بعض شركائها، عندها وضعيات قانونية معروفة. شكرا على المعطيات اللي تعودتنا عليها مع البساطة طريقة التوصيل، شكرا جزيلا. خليهن مدنا لنا فاضل محمد، أيوة أنت شو سيت مع الحمى، ما شاء الله يعطيكم الصحة بدعواتكم وباستعمال الدواء وبشوي من الراحة، الحمد لله تجاوزت موضوع الحمى الحمد لله. لا والله عندك سفر كان متعب، المرثى مع الناموس مع شراب الماء البارد في الحمان، كليماتيزيرش من الروايات أنا بتفي علن تعب. تبعد ما انك عليا بدو، انت ما انك مقفل تعرف عنها ما هي محاكمة عادلة. ساعة عليا وجميع الاخوة الكرام، انا ماني في واردي تقييم المحاكمة، انا في واردي نقلها وتو حكمي انا عليها، ندور نجبر له مساحات نقولوا فيها ما بتضر عد هذه المباشر، ولا فتعت قد نحكم عليها ولا ظهر ان فات عد يحكم عليها لان ما فات قاعد بالورد. على كل حال جميع بعض المتهمين ما فاتوا صدروا وجهة نظر واضحة موقف من المحكمة. على كل حال وجهة النظر في انها مهزلة، والله هذا متاح لكل حد يقول وينقال قاع على فيسبوك ولا سر، قال انا بعد ماني متبنيه، ماني متبنيه ولست في وارد قوله. وجهة نظر في المحكمة ما حق اني دون اجبر مساحة نقولها فيها لاني غطيتها كاملة حكمها. قال تعال يا عبادو بابو التمر بعد الولد عبد العزيز. فاطمة تو يسلموا والله اسم، شكرا ربي يعيدهم على التفاصيل، الله يوفقنا ويوفقك، شكرا جزيلا. محمد احمد ابراهيم واخر صاحب المتميز، يشفينا ويشفيك يا رب، يعطينا يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. سيد محمد عبد الصمد، هل ما زالت شخصيه عبد العزيز قويه؟ اعتقد انه معنوياته مرتفعه، على الاقل بعد اللي شفته انا اليوم معنوياته مرتفعه، وثق المعلومات، حاضر جميع المتهمين مركز معاهم، واعتقد ان هذا مؤشر جيد على ارتفاع المعنويات. محمد عبد الصمد هل اوكي؟ اذا ربي يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحه، شكرا جزيلا. لكن كان يتكلم صحفي ربيع اليدومي، صحفي اللي غطي محاكمه الرئيس السابق محمد عبد العزيز والمشمول معاه في ملف قصر العداله هون في كابيتال، وعيتهم اللي نغطي مواضيع حقوقيه وقضائيه ثانيه، وعيت نتكلم في قضاياتهم الراي العام. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه، والى لقاء جديد.